نذكر بعض الروايات الشريفة كما ننقل الآن من كتاب كامل الزيارات للشيخ جعفر ابن قولويه على الله مقامه، وهو من فقهاء الإمامية ومحدثيهم القدماء جدا في زمان الشيخ المفيد القرن الرابع الهجري. بالإسناد المذكور قال: حدثنا هشام بن سالم رضوان الله عليه عن أبي عبد الله جعفر الصادق عليه السلام في حديث طويل قال: أتاه رجل فقال له: يا ابن رسول الله، هل يزار والدك؟ فقال: نعم، ويصلى عنده. إلى أن يقول: فما لمن أقام عنده؟ قال: كل يوم بألف شهر. قال: فما للمنفق في خروجه إليه والمنفق عنده بالطريق واللي ينفق بعد الوصول؟ قال: درهم بألف درهم. إلى أن يقول: قلت: فما لمن يجهز إليه؟ أجهز الزائرين، يعني إما أن أقوم بتكفل بمؤونة سفرهم من حيث الأجرة للأدوات السفر، من حيث تهيئة السكن، من حيث الإطعام، بقية الخدمات، مختلف الخدمات، الخدمات عديدة، التجهيز يختلف من زمن إلى زمن في بعض مراتبه وأنحائه. فما لمن يجهز إليه ولم يخرج؟ هو جهز ولم يستطع أو لم يخرج للزيارة لعلة تصيبه. قال: يعطيه الله بكل درهم أنفقه، يعني في التجهيز، مثل أحد، جبل أحد، من الحسنات، ويخلف عليه أضعاف ما أنفقه، ويصرف عنه من البلاء مما قد نزل ليصيبه. لاحظ: بكل درهم، مثل أحد من الحسنات، ثم يخلف الله عليه أضعاف ما أنفقه. أظن يعني بعض المناطق معروف عندها أنه كانت يعني عوائل وبيوتات فقيرة جدا في طريق الإمام الحسين، صاروا ينفقون لعدهم شيئا فشيئا شيئا فشيئا، وإذا بهم فتحت عليهم البركات. هنا يخلف الله عليه أضعاف ما أنفقه، تجارة أضمن من هذا التجارة ماكو. طبعا الشأن، كل الشأن في النية، ها، والمال المنفق أن يكون من حلال. عيب أن الإنسان ينفق من مال مشبوه فضلا عن الحرام على مثل هذه الأمور. أنت تقدم مال حرام للإمام الحسين وزوار الإمام الحسين، هذه خيانة هذه. فلا بد أن الإنسان يختار من مال الحلال الصافي. وأذكر اللي ما مطلوب حقوق، لا خمس ولا زكاة ولا حقوق آخرين، مو أنت تمنع مال الآخرين وتجي تنفق على الإمام الحسين، مو أنت سارق الأموال أو غاش بيها وتجي تنفق على الإمام الحسين وتتوقع أن الله سبحانه وتعالى يخلف عليك. لا، أنت راح تكون مساءل. شلون أنت تقدم مال حرام؟ أي مثل ما واحد يقدم طعام حرام إلى ضيف محترم، أنت تقدم مال والعياذ بالله مال مشبوه فضلا عن الحرام لزوار الإمام الحسين، يعني للإمام الحسين، لرسول الله، هذا عيب طبعا. فإذا يخلف الله عليه أضعاف ما أنفقه. وبعد لاحظوا الآثار الوضعية المادية والمعنوية. ويصرف عنه من البلاء مما قد نزل، البلاء نازل، لكن كما أن الدعاء يرد البلاء وقد أبرم إبراما، إحنا أيضا الإنفاق والتجهيز، التجهيز في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، يصرف عنه من البلاء مما قد نزل، من البلاء مما قد نزل ليصيبه، جاي فعلا يصيبه. وهذا أيضا الآن يعني الناس اللي تنفق أموالها على التأمين، مثلا شركات التأمين تحصل أموال كبيرة من الناس، هذا هم فد نوع من التأمين، تأمين لحياتك، تأمين لأموالك، تأمين لعيالك، تأمين لنفسك. ويدفع عنه، ويدفع مو فقط اللي نزل، لا، يدفع البلاء الذي لم يصل إلى مرحلة وطور النزول، وأيضا خصيصة أخرى، ويحفظ في ماله، يحفظ في ماله،